على عكس ما انتظر وعلى عكس ما تمناه ويتمناه المواطن من اتخاذ إجراءات وأصدار قرارات تعينه على معيشته، جاءت القرارات المتخذة من قبل الحكومة بشأن السوق والمستورد وأسعار الدولار، والتي رفعت الأسعار بشكل كبير مما زاد من حمل المواطن. لو كان أكو تخطيط صحيح في تفعيل القطاع الخاص وفتح المصانع والمعامل اللي كانت موجودة في زمن النظام السابق، ما كنا وصلنا لهذه النتيجة في صعود هاي الأسعار في هذه الفترة. يعني مثلا خذ مثلا المواد الغذائية، صعودها تقريبا 200%، بطل زيت من 1000 روبو إلى 3000 هذا اليوم. هذا إضافة إلى السكر هم صعود تقريبا 200%. هاي من يتحملها هذا العبئة؟ كل يتحمل المواطن البسيط. الدولة عدى إصلاحات جتي وضعت حلول، بس الحلول من صارت؟ صارت أكثر الحلول اعتبر حلول ترقيعية، حلول موجودة هواية بس التخطيط غائب، ملتهم بخلافات السياسية حول هذا المنصب وهذا المنصب، كل واحد يريد إله. إلى الضعف أو أكثر وصل حال سعر المنتوجات والمواد الغذائية خلال فترة لا تتعدى الأيام. تجار الجملة وأصحاب المحال أكدوا أن السلع قد ارتفعت من المصدر والممول الرئيسي وللأسباب المعروفة، إذ يعتمد السوق على المستورد وعلى ارتفاع وانخفاض سعر الدولار. بطل الزيت كان ب 1000 وربع، هسه ب 3000 دينار، الشكر كان ب 750، هسه ب 1000 وربع، ما يصير يعني يوم نشتغل 10 أيام قاعدين، وين نروح؟ وين من نحكي؟ وين من نقول؟ زين ما حد ما يدري لنا بال. الدولار ب 140 باكر عقب يصير ب 200000 دينار. زين بيش حصير المواد؟ الفقير شنو ذنبه؟ شنو ذنب الفقير؟ وسبب هاي كلها هي الحكومه مالتنا. الحكومه ما تتخذ اجراءات صحيحه، اداره خطأنا بها. لو اكو تصرف صحيح يصير عندنا السوق مستقر بصوره صحيحه، احنا نقدر نمشي والمواطن يقدر يشتري. اصبح حتى الرواتب الموظف قام ما يقدر يشتري بها، المتقاعد ما يقدر يشتري. زين ليش؟ لان الراتب قام ما يكفي. السلعة ما تصعدت، لأن السلعة تجينا من المصدر غالية، من المصدر من بغداد تجينا غالية، نضطر احنا نصعدها، ويضطر المواطن ما يقدر يشتري. مواطن ما يقدر يشتري، المواطن إذا كان يشتري كيلو طماطة قام يشتري نص كيلو طماطة. الطماطة كانت ب 500 هسه أصبحت ب 1000 وربع. بوتيتا كانت ب 500 أصبحت هسه ب 1000، فما يصير هذا السوق. إنتاج محلي شبه معدوم، واعتماد كلي على المستورد. هي وغيرها أسباب جعلت من ارتفاع الأسعار عبء جديد يضاف إلى أعباء معيشة المواطن. من صلاح الدين فراس الحسني، التغيير.